And action! هودي من خيرات ابو علي فرش شو هن هودي كتقوا شو بده اياك تعمل فيهم شو بده اياهم بده يرد له اياهم مثل الشاطر ما خصك عم بحكي انا وخيك علاقتنا اقوى من عاداتكم السخيفه وتخلفكم انا بحبها كثير بدي اياها تبقى معك مين اللي قتله؟ ضلك اضرب ما مين اللي قتله زلمه؟ ضلك اضرب ما بحلك تضربني ضلك اضرب هات ما بدي اسكت هات ما بدي اسكت ولا كلمة ما بدي اسكت قلت لك اسكت ضرب ضرب الجماعة وصوني انه خبرك انه البضاعة لازم بكرة تكون بسوريا. فأنا حكيت مع أبو علي انه أنا ما بقى بدي هالشغل كله سوا. بسيسره بهالموضوع، هو بسيسرك بموضوع المطعم. اركز زياد مع أساس خلص. هيدي أوضة الملك هاي. شو بده يعمل فيها؟ بده يرد على أبو علي ويشوف شو صار. فيك تسد بوزك تطلع لبرا تسليلك بشي عجينة؟ عمل لك كرمالي أنا بدي فوت فيه للضرب زياد! شمل! بكر عارف فيك تطلع أبو علي بحريبك! اطلع يا زلمة! زياد طلع معنا نحكي كلمتين مساء الخير الليلة وقبل السياسة انفجار سينمائي التقطته عدسة سينمائي من قلب الحدث هم كانوا الحدث بدي أعمل فيه شو بعوز بدك تعمل فيه The Etoile d'Or goes to Mir Jean Bouchaya for his movie Very Big Shot. أنا بحب أهدي هيدي الجائزة لبلدي للبنان، بلدي اللي مع الأسف ما عم بيأمن فينا، بس نحن رح نضل عم نأمن فيه. ميرسي. مير جان بوشعيا مخرج فيلم كتير كبير أهلا وسهلا فيك صح. ونجاح كتير كبير حققته بفترة جدا جدا قصيرة شو هو فيلم كتير كبير؟ فيلم كتير كبير هو أول شيء بلش فيلم جامعة كان فيلم قصير كان اسمه فيلم كبير بعدين قررت طوره ليصير فيلم كتير كبير هو فيلم بالقصة بيحكي عن ثلاث شباب ورتانين فرن من بيون وعايشين بأحياء الدكوانة بأحياء ضواحي بيروت وبدهم يظهروا من العيش اللي هن عايشينه متورطين بتجارة مخدرات وبيستعملوا الفرن كواجهة لتجارة المخدرات وبفترة وقت اللي جاي الخي الصغير ليظهر من الحبس من وراء شغل ارتكبها خيه الكبير الخي الكبير اللي اسمه زياد الحداد بالفيلم بيلعب دوره ألان سعادة بيقرر انه بده يفتح صفحة جديدة بالحياة ويظهر من كل هيدا الجو لحتى يفتح لخيه مطعم ليجربوا يلاقوا حياة تانية وبس بيعلق مع اذا بدك البوس تبعه البيج بوس ابو علي يلي هو بيزوده بالمخدرات وبيطلب منه شحنه على سوريا شحنه كابتاجون بيطلعها على سوريا بحس انه في شيء عم يتركب غلط لإله بيزمد بالشحنه وبيرجع فيها على بيروت وبقرر يطلعها على اربيل ولما يظهر خيو بقرر يفوت معه بالضرب وبيكتشفوا طريقه كثير مضحكه ليهربوها هي انه يعملوا حالهم عم يعملوا فيلم سينما ليستعملوا افلام السينما القديمه يلي ما بتتفتش على المطار لانه ما فينا نقطع بسكانر تحتري اكزاكتومو فبقرروا يستعملوا هول العلب لحتى يهربون على اربيل محشيين بالكابتاجون فبقرروا يعملوا فيلم سينما هيدي شفتها مره المشهد بفيلم كندي
ارمني كندي أرارات عم بيودوا عم بيفوتوا نحن انا تعرفت على اتوم اتوم ايجويان تعرفت عليه اتوم لما كنا بالمغرب وحضر الفيلم وبعث لي لاتر كثير حلوه عن الفيلم هو بس الشغله المشتركه هي قصه بس هو طور غير موضوعه كثير حلو لاتوم أرارات كان من اجمل الافلام ممثل معه كثير اسامي كبيره بس خليني اقول لك انتم ثلاث اخوه نحن اربع اخوه بس ثلاث شباب ثلاثة اشتغلوا على الفيلم في ثلاث شباب اشتغلوا على الفيلم مزبوط وانتم وفي شاب عنده مطعم صح عنده كمان أنا. واحد محامي وواحد مخرج مش قصتنا شغلت لنا بالي مش قصتنا ونحن ما هربنا نحن صورنا اتش دي بس عملنا وبنعرف على كل حال زميلتنا داليا داغر شو مربايه مزبوط وبنفتخر فيكم كثير فيلم كثير كبير حصد جوائز بسرعه كثير كبيره كنت الجائزة الكبرى إذا بدك بمراكش لما أجت بتوقيع فرانسيس فورد كوبولا كوبولا مثل ما بنعرفه بلبنان معروف بالعراب The Godfather وأبوكاليبس ناو وكتير أفلام كبيرة بالسينما الحديث اليوم فنحن مجرد ما دعيونا لنشارك بمراكش ولجنة التحكيم اللي فيها جان بيير جوني نعومي كواسي أسامي كتير كبيرة أنا كنت أدرسهم بالجامعة يعني كنا بالجامعة عنا صفوف عن هول الناس فجأة دعينا على لجنة على مهرجان لجنة التحكيم كلهم مجموعين وفتنا حضرنا الفيلم معهم بحضور 1300 شخص فكانت كافية بالنسبة لنا هذه التجربة بالأخير إجت تتويج بالنجمة الذهبية اللي هي الجائزة الكبرى لأفضل فيلم تنعطى بالمسابقة الرسمية والحلو انه المسابقه هي 15 فيلم من كل انحاء العالم بجيات بتختلف اكيد كلهم بجياتهم اكثر من فيلمنا قد ايه كان بيجي فيلم؟ نحن 900,000 حصرناها اقل من مليون يعني عملتوا فيلم بهالمستوى في بجيات كانت عم تتبارى معنا بالعشره بالسته يمكن ما بعرف قد ايه وحتى افلام عم مخرجين عم بيقدموا فيلم ثاني وثالث ورابع نحن عم نقدم تجربه اولى لإلي تجربه اولى لاخواتي ممثلين غير معروفين ممثلين ايه اغلبيتهم غير معروفين فإذا بدك إجا هيك مثل تتويج لكل هذا الشغل جايزة بهذا الحجم صعب تشتغل مع ممثلين غير محترفين كيف كان ال هلا هن أنا اشتغلت مع قسم غير محترف قسم غير معروف يعني البطل الرئيسي هو غير معروف بس محترف بس درس بلي ستراسبورغ بكاليفورنيا درس شيء بيقولوا له ذا ميثود أكتينج يعني يلي نوعا ما الطريقة اللي تخرج فيها الباتشينو وروبرت دينيرو نفس المدرسة بكاليفورنيا بالتمثيل هي تكنيك معينة يعني وحتى كان هو مساعد تدريب للتمثيل بألان سعادة عم نشوفه 100% هو اللي عم نشوفه كان اشتغل حتى بفترة بألاي وبرم بعدين بأوروبا مع الكوميدي فرانسيز طوك كان كتير سهل التعامل معه لأنه كنا عم نتعامل بتكنيك كتير عالي المستوى وهذا الشيء بيّن بلجان المهرجانات والمهرجانات الكبيرة بس بضل كمان في اللي بيلعب دور أبو الزوز اللي العالم كلها عم تتفاعل معه عم تحبه اسمه جورج حايك وعدد أكتر كمان من المسيم منهم المحترفين بس فاتوا بجو الفيلم اللي عم نجرب نعمله فاتوا بالديسيبلين فاتوا بانهم على بالهم يجربوا على بالهم يعطوا شيء وهذا انعكس كله ايجابيه وحقيقه بقلب الفيلم عملت الفيلم بالمبلغ اللي كان معك مثل ما انت بدك يعني لو فتحوا لك مثلا اكثر وقالوا لك خذ راحتك ميرجان بدع كنت بعد بتبدع اكثر بتصور كنا بدعنا اكثر بالدعايات وبكيف من التف حوالا اعلاميا شو فينا نعمل وتسويقيا للفيلم لانه احنا انحصرنا ببيجي اكثر من مرسال غانم شو بعد هلا وشاركت مرسال غانم بالفيلم اذا بدك كانت بغير محل يعني كانت اول شيء اعطت ثقه للبروجي قبل ما يخلق لانه مرسال وافق يشارك قبل ما نبلش تصوير كان مشارك بالفيلم القصير وقلت له بدي انا اعمل فيلم طويل وكان معنا وكان داعم من الاساس وفريق كلام الناس وحتى ال بي سي كانت داعمه للبروجي من قبل ما يطلع وهذا الشيء اعطاه ثقه للفيلم قبل ما يخلق اعطاه مرسال من مصداقيته الكبيره واكيد ايمن بهالفيلم انه ليقبل بهيك مشاركه بخاف كثير على صورته وبينتبه كثير اكيد هي اذا بدك الاساس كانت بحديث بيني وبينه انا كنت عم بطور مفهوم قوه الصوره عم بطور مفهوم قد ايه بتاثر الصوره على حياتنا اليوميه قد ايه الاعلام له دور قد ايه السينما لها دور وقد ايه السياسه لها دور فنوعا ما الفيلم جاي ليفرجي هذا التحول لهذا الشخص من عالم مخدرات وعالم ضواحي بيروت او عالم احياء فقيره ليتحول يكتشف السينما وليوصل للتحول الاخير تبعه بقلب الفيلم، فانا كنت بحاجه لسينما، كنت بحاجه لاعلام، كنت بحاجه لقوه الصوره لحتى يقدر يوصل هذا الزلمه مطرح ما وصل باخر الفيلم. في فتح درامي كبير بلبنان عم نشوفه عبر فيلمك عبر افلام اخرى، عم نشوف انتاجات حلوه حضرت مؤخرا مثلا غدي نجاحات نادين لبكي عم تتطور هذه الصناعه بشكل كبير، عم بيكون في نص كثير ذكي، شغل كثير منيح، مع انه ما في ميزانيه مثل ما لازم، رح توقف مع فاصل، افتح معك هذا المواضيع بعد هيدي الوقفه الاعلانيه الاخيره بانترفيوز ونعود الى ميرجان ابو شعيا.
البطة وفيلم كتير كبير.